ميرسي لالرتيك ورمضان كريم عليكم الصحة والعافية وللمغاربة أجمعين والمسلمين أجمعين. صراحة فرحانة بزاف أن صحابتي فكروا فيا منظمات ديال البازار هاجر وسلمى وتبارك الله البازار يعني نقدروا نقولوا ايفينمون اللي فرض راسو السنوات اللي دازو وجات جهد الوباء وكان توقف ولكن فرحانة بزاف أنه عاود تاني رجع وخلى الناس لي زيكسبوزون انهم يبينوا الاعمال ديالهم كيف ما كنعرفوا ان وقفات الحركه هذه المده كامله اللي كان فيها هذا الوباء وفي نفس الوقت هو يعني واحد التواصل مع الجمهور اللي كيجي وكتلقى هنايا وكنديروا صله الرحيم كنشوفوا الناس وكنشوفوا الصناعه ديالنا ديال المغرب كنشوفوا الناس شنو جايبين كذلك فرحانه بزاف بتواجدي هنايا. اكيد التكريم بالنسبه ليا هو انا دائما كنشوف راسي باقي ما يعني باقي ما درتش بزاف ديال الحوايج ولكن التكريم كيكون بحال واحد النقطه زوينه اللي كتخليك انك تواصل وتواضب وخاصه الى جات من عند الناس اللي عزاز وهو كاعتراف للاعمال اللي كتكون درتيها ويعني كتكون فرحان بالتكريم ديالك شكون الانسان اللي ما غاديش يفرح فهو كيكون تكريم المجهودات ديالك على حب الجمهور ليك على يعني اون جينيرال كيما كنقولوا اعتراف بالعمل والمجهودات اللي كتكون درتي في حياتك سواء في الميدان اللي كتشتغل فيه ميدان الفن او لا ميادين اخرى يعني الناس اللي تكرموا من 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 يعني من دوتر دومين. هي ماشي تجربة ثانية باغ كونطخ التجربة الخامسة هذه عندي في تجربة سيت كوم. الحمد لله كنحمد الله وكنشكره أنني من بين الوجوه اللي كنت اختار في مجال الكوميديا كذلك في مجال الدراما ففرحانة بزاف الحمد لله هذه فرصة أنني دائما كنحاول نقلب على شخصيات جداد اللي نطلع على الجمهور المغربي بهم وما يقنطوش منهم. أنا دائما كنقولها يعني كنحاول نوظف في الأمل ديالي يعني جميع لي ريغيرش ديالي واي حاجه ما كنبخلش بها على لي بيرسوناج ديالي باش نقدر نرسم ولو ابتسامه خفيفه زوينه على وجه يعني وجه الجمهور ولا المشاهد اللي كيكون كيشاهدنا. فكنتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلبهم خلال شهر رمضان سواء من عمل سيت كوم زنقه السعاده اللي عمل زوين بزاف باداره المخرجه صفاء بركه وشركه ديسكو كونيكتد ومع كل من الممثلين اللي زوينين وعزاز على قلبي وفرحانه اللي شاركتهم هذه التجربه وكذلك لي زوتر بروجي اللي دايزين في هذا الشهر المبارك. صراحة ماشي بزاف انا من الناس اللي كيتفرج حتى كيدوز رمضان الا تساطحت مع شي حاجه كنشوف باغ كونطخ كنشوف ان كاين تقدم كبير او نيفو ديال التلفازه المغربيه سواء في مجال الدراما ولا مجال الكوميديا فكاين تقدم كبير على هذا المستوى هذا. فرحانه بزاف بهذه المنافسه الزوينه اللي كاينه في مجال التشخيص ولا في الاخراج ولا في كتابه السيناريو ولا في انتقاء الكاستينغ فكنقول فيليسيتاسيون لينا كاملين على هذا التقدم الملموس لان كتشوف الجمهور ولا متعطش للدراما المغربيه والحمد لله هذه شي حاجه زوينه. بيسكو ما بتبعش ما نقدرش نقول لك وانا واحد الانسانه ما كنحكمش على عمل من خلال الحلقه واحد ولا الحلقه 14 ولا الحلقه 15 كنحكم على العمل من خلال يعني من البدايه ديالو حتى الحلقه 30 باش نقدروا نحبوا واحد العمل ونقولوا عمل زوين فخصنا نتبعوه من الحلقه واحد للحلقه 30 باش نقدروا بصح نقيموا هذا العمل ونقولوا راه في المستوى سواء في كل شيء لان بعض المرات شحال من مره الناس ما كتعجبهمش النهايه شحال من مره ما كيبدا غادي كيهبط شحال من مره
احنا كنطلبوا خير وكنشوفوا ان الاعمال كيف ما قلت لك اون جينيرال كلها غادي بواحد التقدم زوين، ولكن كنشجع ان المشاهد يبقى دائما ما يحكم ولا ينتقد ولا يدير اي حركه حتى يشوف الحلقات كلها، خاصه الا كانوا مسلسلات فمن الاحسن ان الانسان يشوف من حلقه واحد حتى 30 باش يقدر يقيم هذاك العمل ويقول عجبني ولا ما عجبنيش وعجبتني النهايه وهذا الاب زوين وهذا ما لعبش زوين. انا فين كتقدر تكون عنده لا ما منقدرش نحكم على عمل من حلقه واحد ولا جوج. لا الجديد ديالي هما الاعمال اللي دايزين في شهر رمضان، وكاين مسلسل جوديا اللي عندي فيه بطوله مطلقه غادي يكون ان شاء الله يعني العرض ديالو من وراء رمضان، اللي كنتمنى انه ينال اعجاب الجمهور المغربي واستحسان ديالو لان فيه واحد ليفور كبير، قصه جديده، سيناريو جديد، تجربه جديده. انا حبيت هذا العمل ودرت فيه واحد المجهود الكبير، وكنظن ان شاء الله انه غادي يعجب الجمهور المغربي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.